مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. هذه أهم الأنباء التي ولدت فيها. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول يشارك في افتتاح الاجتماع البيئي الدولي رفيع المستوى بستوكهولم، ويجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد اللواء ناموس حميدو بالمستشفى المركزي للجيش بعين النجح. تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية تنصيب رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة لدى محاكم الجزائر العاصمة وهران، بشار، تمرست، وورقلة وقسنطينة. تحضيرا لموسم الاصطياف، منح رخص استغلال سياحية جديدة لمستثمرين خواص بعين تيموشنت للرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الفندقية بالولاية. وفي واحدة اليوم، مغارة الفراشيح بمستغانم شاهد على أبشع المحارق التي مارسها المستعمر الفرنسي على الشعب الجزائري إبان الثورة التحريرية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشر. بداية، انطلقت اليوم بستوكهولم بمملكة السويد أشغال الاجتماع البيئي الدولي رفيع المستوى بمشاركة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي ألقى كلمة بالمناسبة استعرض خلالها جهود الجزائر الرامية إلى المساهمة في مجهودات حماية المناخ والبيئة خاصة على مستوى القارة الإفريقية. ممثل السيد رئيس الجمهورية أبرز استراتيجية الدولة بقيادة السيد عبد المجيد تبون في تطوير العمل بالطاقات المتجددة اقتصادا للطاقة التقليدية وتقليصا من استهلاكاتها المضرة بالبيئة، مؤكدا على جهود الجزائر في الحد من آثار التلوث البيئي وتعزيز المنظومات القانونية والآليات العملياتية لحماية النظم البيئية، ومجددا التزام الجزائر بالمساهمة في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة. التي تواجه منذ عقود أزمات بيئية عديدة، عملت في إطار تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية على تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، إذ قامت بتبني مجموعة من الأطر والاستراتيجيات والبرامج والخطط الحكومية والقطاعية، وأذكر منها خاصة إطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة بغية الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 15 جيجاوات بحلول عام 2035، اعتماد استراتيجية وطنية لترشيد استهلاك الطاقة والترويج لاستعمال الطاقات المتجددة، اعتماد خطة عمل لإعادة تأهيل السد الأخضر الجزائري لزيادة الغطاء الغابي إلى 4.7 مليون هكتار، حيث أن الجزائر من خلال هذا المشروع الرائد الذي تزامن إطلاقه مع مؤتمر ستوكهولم الأول كانت من الدول السباقة إلى إحاطة إشكالية البيئة والمناخ بالعناية اللازمة. وأود هنا أن أؤكد مجدداً التزام الجزائر بالعمل مع شركائها من أجل الإسهام في بلوغ أهداف التنمية المستدامة على النهج الملائم، كما أغتنم هذه الفرصة لأشير إلى قرار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال القمة الاستثنائية المنعقدة في مالابو في 27 مايو الفارط، والذي اعتمد اقتراح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب والاستجابة للكوارث الطبيعية في إفريقيا، وهو ما يعد مساهمة لمواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية. إن الجزائر التي تعهدت بتمويل أول اجتماع لإنشاء هذه الآلية تدعو المجموعة الدولية إلى دعم ومساندة هذا المشروع القاري الاستراتيجي. المؤتمر تضمن جزءا افتتاحيا شمل لحظة تذكارية مكرسة لمؤتمر عام 72 900 و1000، حيث أخذ ممثل رئيس الجمهورية الوزير الأول أخذ صورة تذكارية مع المشاركين في هذا الاجتماع البيئي الدولي رفيع المستوى.
وعلى هامش المؤتمر تحدث الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مع رئيسة الوزراء بمملكة السويد السيدة ماغدالينا أندرسون. الطرفان تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي. ألقى اليوم السيد الفريق سعيد شنقريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي النظرة الأخيرة وتلا فاتحة الكتاب على روح الفقيد اللواء ناموس حميدو بالمستشفى المركزي للجيش محمد صغير نقاش، وهذا بحضور كل من الفريق الأول بن علي على قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قائد القوات، قائد الدرك الوطني، قائدي الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر، المديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا إطالات ومستخدمو المستشفى المركزي للجيش. وأمام هذا المصابي الجلل جدد السيد الفريق أصالة عن نفسه وباسم كافة إطالات وأفراد الجيش الوطني الشعبي أخلص التعازي وأسلق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، مذكرا بمناقبه خلال مسيرته المهنية ومتضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. وهذا وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى لقواته المسلحة وزير الدفاع الوطني قد توجه بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي. إن لله وإن إليه راجعون. في نشاط البرلماني يعقد اليوم مجلس الأمة جلسة عامة تخصص لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة وتخص قطاعات الصناعة، الفلاحة، التنمية الريفية، السكن والعمران والمدينة والصحة. وفي مستهل الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل تم إثبات عضوية 3 أعضاء جددا في المجلس للثلثي الرئاسي. في نشاط البرلماني عقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية تحت شعار طفل متمتع بحقوقه طفل مبدع برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي. حضرها وسيط الجمهورية ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتعليم العالي ورؤساء مجالس ومنظمات الوطنية وأعضاء من الحكومة وأطفال من ذوي الهمم وأطفال متفوقون في دراساتهم والمتميزون وكذا الفائزون في مسابقة برلمان البحر الأبيض المتوسط والمشاركون في البرلمان العربي. تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي بتعيين رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة لدى محاكم الجزائر وهران بشار تمراسة ورقلة وقسنطينة، أشرف اليوم وزير العدل حافظ الأخدام عبد الرشيد طبي على مراسم تنصيب رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظو الدولة لدى هذه المحاكم. مراسم التنصيب جرت بمقر مجلس الدولة في جلسة ترأستها رئيسة المجلس فريدة بن يحيى وبحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام وإطارات من السلك القضائي. وبصدور دستور 2020 وتكريسا لإحكام المادة 179 منه، دخل القضاء الإداري في بلادنا مرحلة جديدة تتمثل في إنشاء هيئات قضائية تمثل الدرجة الثانية للتقاضي في المواد الإدارية وهي المحاكم الإدارية للاستئناف التي نشهد اليوم تنصيب رؤسائها ومحافظ الدولة لديها إثر تعيينهم من طرف السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وقد رعي في هذا التقسيم الامتداد الجغرافي للتراب الوطني وحجم القضايا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاسات ذلك على المتقاضي، فضلا على ترشيد النفقات العمومية والموارد البشرية، مع التنويه هنا بالدور الذي سيؤديه التقاضي الإلكتروني في تقريب المسافات. وفي هذا السياق أود أن أشير أن مستوى التقاضي في الدرجة الثانية الذي يستدعي التمثيل بمحامي يغني المواطن عن التنقل إلى الجهات القضائية، كما سيجد دفاعه ما يسهل مهمته في ظل استراتيجية قطاع العدالة الرامية إلى رقمنة الملف القضائي. إضافة اختصاصات المحاكم الإدارية للاستئناف المتعلقة بالفصل في الطعون بالاستئناف في الأحكام والأوامر
الصادرة عن المحاكم الإدارية، فإنه من ضمن المهام التي أوكل لها القانون أيضا إعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وإرسالها إلى مجلس الدولة بغرض استغلالها في إعداد تقريره السنوي الذي يرفعه إلى السيد رئيس الجمهورية. في تعاون طاقوي يشارك اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في أشغال الاجتماع الوزاري 29 لدول أوبك والدول خارج الأوبك أوبك بلس الذي سيعقد في هذا الأثناء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. الاجتماع سيخصص لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وأفاق تطورها على المدى القصير، كما سيشارك محمد عرقاب في أعمال الاجتماع 41 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة GMMC التي تضم الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا، فنزويلا ودولتين غير عضويتين في منظمة أوبك وهي روسيا وكازاخستان. وقبل بدء الاجتماع كان وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب قد تحدث مع نظيره المصري وزير البترول والثروة المعدنية طارق ملا عبر تقنية التحاضر عن بعد. الطرفان تباحث سبل التعاون في قطاع النفط والغاز والمناجم والفوسفات. ولمزيد من التفاصيل نربط الاتصال بزميلة وسيلة بوشرب المتواجدة هناك. وسيلة، أولا أهلا بك، هل لديك تفاصيل أوفى عن هذا الاجتماع؟ الاجتماع 41 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة GMMC ينطلق في هذه الأثناء في جلسة مغلقة كما ترون. نحن موجودون خارج قاعة الاجتماعات. ستليه مباشرة أشغال الاجتماع 29 لمنظمة الأوبك والأوبك بلس. الاجتماع له أهمية قصوى نظرا للظرف الحالي، خصوصا بعد قرار الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على البترول الروسي، حظر جزئي وتدريجي. موضوع النقاش سيكون حول إمكانية الأوبك والأوبك بلس زيادة أو كيفية زيادة الإنتاج في البترول من عدمها لتعويض في محاولة لتعويض البترول الروسي. هذا الاجتماع دوري لكنه يعقد في ظروف استثنائية بالنظر لقرار قادة الاتحاد الأوروبي مقاطعة البترول الروسي بنسبة كبيرة جدا. الأسواق النفط اليوم عرفت تراجعا طفيفا بعد أن ارتفع سعر النفط في اليومين الماضيين ليتخطى عتبة 124 دولارا للبرميل. الأوبك للتذكير فقط تضم 23 دولة، 13 دولة عضوة دائمة بالمنظمة و10 دول منتجة للبترول والغاز غير منظمة في الأوبك، وهذه الدول هي التي يطلق عليها الأوبك بلس. شكرا زميلتي وسيلة على كل هذه المعلومات. خلال إشرافه أمس على إعلان نتائج الدورة الوطنية الثانية لتأهيل الجامعي للسداسي الأول من سنة 2022 الخاصة بترقية الأساتذة المحاضرين قسم باء إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ألف، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن هذه الترقية ستساهم في تحسين التأطير البيداغوجي والعلمي بالمؤسسات الجامعية. الدورة تنظم للمرة الثانية على التوالي عن طريق الرقمنة إضفاء لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. إن ترقية هذه الفئة من الأساتذة سيساهم في تحسين التأطير البيداغوجي والعلمي بالمؤسسات الجامعية، وبالتالي يؤدي إلى تحسين نوعية التكوين والبحث، وهو الهدف الذي يسعى القطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيقه في إطار تنفيذ برنامج عمله الذي يدخل ضمن برنامج عمل الحكومة لسنة 2021 إلى 2024.
وبتمارس أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة رفقة الأمين العام لمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين أشرف على فعالية الطبعة الثامنة للملتقى التاريخي حول الجبهة الجنوبية ودورها إبان ثورة التحرير المجيدة وبعدها الإفريقي. الملتقى الذي احتضنته جامعة تمرست حضرته السلطات المدنية والأمنية للولاية وكذا طلبة والأسرة الثورية المتابعة في الموضوع لهارون لوميتي. تحت شعار التأسيس والنشاط انعقد هذا الملتقى في طبعته الثامنة بجامعة تمنغست، أين تطرق الباحثون في التاريخ إلى دور أهل الجنوب في مقاومتهم للاستعمار الغاشمي ودور الجبهة الجنوبية في الثورة التحريرية وبعدها الإفريقي. الجزائر تحيي الذكرى 60، أدرجنا ضمن برنامجها ملتقى دوليا يقام بحول الله هذه السنة حتى نبرز ذلك البعد، بعد الثورة التحريرية للجزائر في إفريقيا وأثرها على استقلال العديد من الدول الإفريقية، وهو الذي سيحظى بالعناية الخاصة، وحتى نبرز ذلك الامتداد للثورة التحريرية ليس فقط في الساحل الإفريقي ولكن ببعدها العالمي. تاريخ الجزائر كتبه أبناء هذا الوطن بدمائهم الشريفة من أجل أن تعيش الجزائر حرة مستقلة أبية. سوق الجملة الجهوي للمنتجات الفلاحية بوادي العثمانية بولاية ميلا دخل حيز الخدمة رسميا اليوم ليكون محطة اقتصادية وتجارية كبرى تسهم في تحقيق الاكتفاء الجهوي والوطني. يقول سعيد بلعس. سوق الجملة الجهوي وادي العثمانية بولاية ميلا المختص في توزيع المنتجات الفلاحية والذي وضع حيز الخدمة اليوم يعتبر واحدا من المنجزات الاقتصادية الكبرى، يتربع على مساحة 13.3 هكتار يحتوي على 124 مربع تجاري، إضافة إلى مرافق خدماتية متعددة وفق معايير دولية. هذه الأسواق داروها في أسواق عالمية مستوى عالمي، تسمى نقولوا باش ننظموا الاسعار، ننظموا الامور هنا، ننظموا التجاره تاعنا، الشاري يكون في الامان والبايع يكون في الامان. اهداف الاستراتيجيه الاسواق المنجزه من طرف المؤسسه العموميه والتي سوق الجمله الجهوي وادي العثمانيه واحد من بينها هي تحسين اسواق الجمله وبيئه نشاطها. المشروع الذي يقع بمحاذاة طريق السيار شرق غرب كموقع استراتيجي جاء لتجسيد إرادة الدولة لتطوير شبكة توزيع المنتجات الفلاحية. وانتم لاحظتم يعني هذا المشروع الضخم، المشروع الكبير يدخل في إطار هذه السياسة، سياسة الحكومة من أجل تطبيق برنامج السيد الرئيس بإنشاء أسواق متخصصة وبمعايير دولية. لاحظ احنا عندنا تقريبا 50 سوق، لكن مع الأسف الشديد كلها أسواق بلدية ولاية لا تستجيب المعايير الدولية الآن الحمد لله. المشروع هذا سيؤدي إلى حركية اقتصادية وديناميكية فلاحية وتجارية، كما يساهم في توفير حوالي 700 منصب شغل مباشر وغير مباشر. إضافة لهذا وضع مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش بتجنة حيز الخدمة، وهذا لمراقبة مطابقة المنتوج وحماية صحة المستهلك. بهدف إنجاح دورة الألعاب المتوسطية في طبعتها 19 بوهران، تم بمركز المؤتمرات الميريديان توقيع اتفاقيتي شراكة بين فروع مجمع السونطراك واللجنة المنظمة للألعاب، وتخص اتفاقية الرعاية هاته تهيئة وتجميل وتزيين اللؤلؤات البحر الأبيض المتوسط الباهية وهران. من واجبنا كشركة أولا وطنية تهمها صورة الجزائر وسمعة الجزائر، وكذلك شركة مواطنة تساهم في جميع المجالات الاجتماعية والرياضية التي تقام في الوطن في شماله وفي جنوبه في شرقه وفي غربه. كذلك هو شرف عظيم لسوناتراك أن تكون من داعمي ومن المؤسسات الراعية الأولى لهذه التظاهرة الكبيرة المتوسطية. شركة سوناتراك زادت تقدم الكثير للرياضة وسجلت أسمها أسم الرياضة الشركة على جانب يعني أندية أخرين في
بتتويجات دولية وطنية بطبيعة الحال، لكن الأهم بالنسبة لشركة سوناتراك تتويجات دولية في عدة رياضات. بعد الإصلاح الرياضي سوناتراك بقات تعمل لفائدة الرياضة الجزائرية. إن هذا الدعم الذي تلقيناه اليوم من طرف شركة سوناتراك التي اعتادت على المساهمة في دعم الرياضة الجزائرية في شتى المحافل، هذا الدعم سيساهم بدون شك في إنجاح هذا الحدث الرياضي المتوسطي. وأتوجه بالشكر الجزيل لكم أنتم السيد الرئيس المدير العام وكل إطارات الشركة على ما قدمتموه من دعم كبير إلى ولاية وهران تحضيرا لهذا الحفل الكبير الذي نستعد له بتاريخ 25 جوان القادم. وتحضيرا لإنجاح موسم الاستياف 2022، رخص استغلال جديدة تم منحها لمستثمرين سياحيين بسواحل عين تيموشنت، والتي سترفع من الطاقة الاستيعابية للأسرة الفندقية، يقول صوفيا المقنين. تنويع العروض السياحية وتشجيع المنافسة التي توفر جودة الخدمات هو الهدف الذي تسعى الدولة لتحقيقه في الموسم السياحي الجاري من خلال منح المزيد من رخص الاستغلال لأصحاب المشاريع السياحية في عين تيموشنت. إن شاء الله نقدموا حاجة إضافة للوطن للبلد في هذا الفندق. نرانا دايرين لهم ليبري شابين، دايرين لهم حاجة ما شاء الله، وإن شاء الله المستفتع عجبه ويعجبه ليبري، وإن شاء الله نكونوا في أحسن صورة بإذن الله. طلبت من السيد الوزير من السيد الوالي يرافقونا يعاونونا باش حنا نزيدوا نوفروا لي سيرفيس اي لو بري باش المواطن تاعنا ما يجيش يقول لك كوافيدي في الخارج رخيص على من هذا الشيء، وان شاء الله يربي يوفقنا باش الجزائريين يقعدوا في بلادهم. رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق الساحلية بصفة خاصة سيساهم في استيعاب العدد الكبير المتوقع للمصطفين في هذه السنة. سلمنا بعض رخص الاستغلال من بين 9 رخص من 9 مؤسسات فندقية استفادت من رخص الاستغلال الاستثنائية في إطار التعليم الرئاسية رقم 3، ما أدى إلى ارتفاع في المؤسسات الفندقية إلى أكثر من 39 مؤسسة فندقية، وتعزيز طاقة الإيواء بحوالي 2000 سرير 1974 سرير لترتفع طاقة الاستيعاب لهذه الولاية هذه لتقريبا 6000 سرير. خلق أنشطة سياحية طوال الموسم وتقديم عروض مناسبة للعائلة الجزائرية كفيل بجعل القطاع السياحي أكثر إنتاجية ومساهمة في تنشيط قطاع الخدمات. في إطار قضاء على سكن الهش والأحياء الفوضوية، تم ترحيل أكثر من 300 عائلة بحي باستوس ببلدية برج ملاين ولاية بومرداس إلى حي 1000 مسكن الفاشي ببرج ملاين هذا، وستتواصل العملية في الأيام القادمة. المتابعة في الموضوع مع منال عبدش. بعد سنوات من الانتظار، فرحة سكان الحي القصديري باستوس بدائرة برج ملاين لا توصف، فحلمهم في الحصول على مسكن تحقق من خلال عملية إعادة الإسكان هذه. يعني فرحة لا توصف، يعني ما نطقش نوصف لك كيف، كأنني اليوم خرجت من كرشي يما. لا ما شاء الله فرحنا بها، وما كناش نستناو هذا النهار، ودوك الحمد لله. الحمد لله يعطينا الدار الجديدة. أنا فرحان، أنا فرحان بزاف. أنا فرحانة كي مدوا البنتين، الحمد لله. عملية توزيع السكنات في ولاية بومرداس لن تتوقف عند هذا الحد، بل هي متواصلة. فيه برنامج راح يشمل ثاني القضاء على الشاليهات في بلدية زموري، وعندنا برنامج هذا بالمناسبة تاع 5 جويلية راح يشمل أكثر من 270 عائلة اللي حاليا راهي تقطن في الشاليهات، والشاليهات هذه تقادمت. راح تكون عملية مماثلة قبل عيد الاستقلال 5 جويلية، والتي تفوق 2800 مسكن في كل بلديات ولاية بومرداس. القضاء على السكنات الهشة والأحياء القصديرية تحد كبير رفعته الدولة، هدفه الرئيس منح سكنات لائقة لكل من يستحقها.
بمناسبة الفتح جوان عيد الطفولة، نظمت مديرية الأمن ولاية الجزائر أياما مفتوحة لتعريف نشاطات الأمن وكيفية حماية الأطفال من الأخطار التي قد يتعرضون لها. هذه التظاهرة شاركت فيها الجمعيات والمصالح الأمنية والسلطات المحلية. تقول بارزة جلابدة: احتفالا بعيد الطفولة في يومه الموافق للفاتح من شهر جوان، نظمت مديرية أمن الجزائر أبوابا مفتوحة حضرها مئة الأطفال. تعلمت على السلامة المرورية وكيفاش نقطعوا الطريق، وكل طفل عنده حق عنده حقوق في كل شيء، ونحذر كل سائقي السيارات أن يسوقوا بحذر. قمنا يعني بتعريف المواطن أو الطفل بمختلف الفرق العاملة في الميدان، من بينها يعني مصلحة الأمن العمومي اللي تسهر على سلامته المرورية، وكذا فرق الأشخاص الهشة، هذه الفرقة التي تعتني بهذه الفئة من المجتمع، وين استقبلوا فيها مختلف يعني القضايا أو مختلف التبليغات عن بعض القصر. نعاود نفكروا ثاني توجو بالرقم الأخضر 1111 اللي وضعته الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، اللي باش الناس يعيطوا لنا يتصلوا لنا به في حال ما يكون أي طفل في حالة خطر. اهتمام قيادة الدرك الوطني بهذه الفئة الحساسة من المجتمع، وهذا من خلال إنشاء فرقة خاصة في حماية الأطفال أو الأحداث، والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل. التظاهرة تمثلت في عدة نشاطات منها الرسم والألعاب، بالإضافة إلى تقديم النصائح الخاصة بالسلامة المرورية. نعرفوا بأن الطفل رغم اللعب اللي كاين هنايا راهم جاونا وراهم يديروا بورشه بالورشه تاع الزخرفه والخط. اميد حنا كجمعيه رانا كهمزه تواصل، ونتمنوا ايضا سنه المبادرات يعني كل عام مع هاد البراعم تاعي لهم ان شاء الله كل عام تزيد. كان اقبال كبير الله يبارك، لانه الاطفال دائما يحبوا الامور هذه، خاصه لما يكون فيها الشرطه ويكون فيها الدرك الوطني، يعني يحبوا يتوجهوا بزاف لهذه الاشياء. تأتي هذه التظاهرة كدعوة لتكثيف الجهود لحماية البراءة. تم بمقر الولاية اليوم حفل تسليم واستلام المهام بين الوالي السابق يوسف محيوت الذي حول إلى ولاية خنشلة مع محمد مخبي والي ولاية تندوف الجديد الذي رقي في الحركة الأخيرة التي أجره رئيس الجمهورية. دوليا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية من المجتمع الدولي بالتحرك والانتقال من مرحلة جمع بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق الكيان الصهيوني، داعيا إلى السير على خطى السويد والاعتراف بدولة فلسطين، وذلك خلال لقائه بممثلين من الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج. ميدانيا استشهد شاب فلسطيني وأصيب ستة آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية. وفي تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إطلاق عملية عسكرية شرق مقاطعة دونباس. من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال شحنة أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن العقوبات ضد موسكو ستتواصل وستزداد الوطأة مع مرور الوقت. عبرت جمعية جوزيت وموريس أودان الفرنسية على إثر زيارتها لمغارة الفراشيح على فضاءة الآلة الاستعمارية التي ستبقى وصمة عار في تاريخها. يقول ماسين حمية: يشهد المكان ويدون التاريخ بهذه المنطقة النائية الواقعة ببلدية النجمارية شرقي ولاية مستغانم على أبشع الجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية ضد قبيلة أولاد رياح التي أبيدت على الآخر بهذه المغارة، مغارة الفراشيح. المناسبة اليوم كانت زيارة جمعية جوزيت وموريس أودان للوقوف على بشاعة المأساة التي ذهب ضحيتها الكثير من الشهداء. أنا ابن جوزيت وموريس أودان. استعمار الجزائر واللجوء للمحرقة هذا شيء مروع. الجيش الفرنسي في عديد الحقبات التاريخية استعمل وسائل فظيعة ضد الشعب الجزائري. هذه المحرقة بمثابة شاهد على بشاعة من نوع خاص مرتبط بالاستعمار. حادثة ولاد رياح ما كانش حادثة وحدة، ولكن كانت استراتيجية نتاع الجيش الفرنسي هدفها هو محو كل ما هو جزائري. ضمن إطار التعاون وأيضا تثمين تاريخ وتاريخ البلاد وتاريخ الثورة. بشاعة ممارسات فرنسا الاستعمارية كشفتها صفحات التاريخ
واستنكرتها جمعية جوزيت وموريسا. أن تغرق على بشر في مغارة وحرقهم للتأكد من إبادتهم جميعا طريقة يجب أن تعيشها لتعرف فظاعتها. هنا بهذا المكان لا دليل على أمور مروعة حدثت هنا، أين فرنسا الاستعمارية تتحمل مسؤوليتها الكبيرة. أنا متأثر جدا لزيارتي لهذه المغارة، لأن الجيش الفرنسي هو من ارتكب جريمة كهذه لا تغتفر. الجزائر ترافقني في يوميتي في حياتي، وأنا سعيدة لتواجدي هنا وأفتخر بكم لكل ما تقدمونه للذاكرة والتاريخ. صدمة كبيرة هي هذه المأساة التاريخية التي ستبقى وصمة عار على الاستعمار الفرنسي. مشاهدينا، وصلنا بكم إلى نهاية النشرة، إلى التذكير بأهم ما ورد فيها من أنباء. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول يشارك في افتتاح الاجتماع البيئي الدولي رفيع المستوى بستوكهولم، ويجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد اللواء ناموس حميدو بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة. تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية تنصيب رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظي الدولة لدى محاكم الجزائر العاصمة وهران، بشار، تمرست، ورقلة وقسنطينة. تحضيرا لموسم الاصطياف، منح رخص استغلال سياحية جديدة لمستثمرين خواص بعين تيموشنت للرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الفندقية بالولاية. وكما تابعتم في واحدة اليوم، مغارة الفراشيح بمستغانم شاهد على أبشع المحارق التي مارستها المستعمر الفرنسي على الشعب الجزائري إبان الثورة التحريرية. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.